لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال حدثنا الحميدي، وقال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لا أعلم أي يوم نزلت هذه الآية. نزلت يوم عرفة، في يوم جمعة. سمع سفيان مسعرا، ومسعر قيسا، وقيس طارقا. قال ابن حجر: أما سفيان فهو ابن عيينة. ويقول عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم، فيقول لعل هذا الغير أن يكون سفيان الثوري، فإن أحمد أخرجه من روايته عن قيس بن مسلم وهو الجدلي. يكنى أبا عمرو كان عابدا ثقة ثبتا، وقد نسب إلى الإرجاء. ما قالش إنه مرجع، نسب إلى الإرجاء، يعني تهمة مش ثبتة، عشان كده قالوا ثقة ثبت، والبخاري أخرج له. وفي الرواية قيس، وفي الرواية قيس بن مسلم آخر، لكنه شامي غير مشهور، ليس هو الراوي عند البخاري. روى قيس بن مسلم عن عبادة بن الصامت، وحديثه عنه في كتاب خلق الأفعال للبخاري. طارق بن شهاب هو الأحمسي، معدود في الصحابة، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير، أي طفل كبير أو شاب، لكنه لم يثبت له منه سماع. حاصل جواب عمر لليهودي أن اتخذنا ذلك اليوم عيدا بالفعل. قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم، ظاهره يدل على أن أمور الدين كملت عند هذه المقالة، وهي قبل موته صلى الله عليه وسلم بنحو 80 يوما. فعلى هذا لم ينزل بعد ذلك من الأحكام شيء، وفيه نظر. وقد ذهب جماعة إلى أن المراد بالإكمال ما يتعلق بأصول الأركان لا ما يتفرع عنها، ومن ثم لم يكن فيها متمسك لمنكر القياس. هو القول بأنه نزلت آيات بعدها متضمنة للأحكام لم تكن قررت من قبل هذا الذي فيه نظر، بل يمكن أن يكون فيها شيء من الأحكام تفصيل لما قد أجمل قبل ذلك، وهذا أيضا إثباته فيه صعوبة. الظاهر أن الأحكام المتعلقة يعني بأصول الدين، سواء كان نعني بذلك المسائل العقدية الكبرى ومسائل العمل الكبرى والحلال والحرام الكبرى، كل هذا قد بين قبل ذلك. وكذا الأخلاق وأحوال القلوب، العبادة والعمل، أو العبادة والمعاملات في باب الأعمال وباب العقائد وباب السلوك والخلق، كل هذا قد بين. يقول لم يكن فيها، ومن ثم لم يكن فيها متمسك لمنكر القياس، لأنه يقول القياس الدين اكتمل، فكيف يكون من القياس شيء يأتون به بعد ذلك؟
قل هذا إذا دل عليه الكتاب. فالكتاب قد أمر بالاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار عبور النظر إلى الأشياء التي يعني لم تقع في وقت حدوث الواقعة، ليعلم عاقبة أمثالها، ليعلم مآل أمثالها. فهذا تطبيق على نصوص الكتاب والسنة. فالنصوص أصول القياس موجودة في الكتاب والسنة. وقال عز وجل: وأنزلنا معهم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أترون الله عز وجل ينزل الميزان المحسوس الذي توزن به الحبوب والثمار ونحو ذلك، ولا ينزل ميزانا توزن به الأقوال والأعمال التي يستحدثها الناس بعد ذلك حتى نعلم يعني حكمها؟ وهذا قد يكون بعموم اللفظ كما تستعمله العرب في لغتها، وقد يكون بعموم المعنى. وهذا النوع من القياس هو قياس بلا شك، وإن كان منكر القياس يقرونه، فهم يحتجون بوقائع الأعيان التي فيها بيان حكم في واقعة معينة، ويستدلون كثيرا جدا بها على أمثالها. يعني لو قلنا إن هل احتج الظاهرية مثلا بواقعة بول الأعرابي في المسجد على وجوب تطهير المساجد، وعلى أن ذنوبا من ماء وتطهير الماء بالمكاثرة يدل عليه هذا الحديث؟ نعم، وغير ذلك كثير جدا. فبس الواقعة ليس فيها عموم لفظي، لأن العموم عبارة عن ألفاظ معينة تدل على شمول هذا اللفظ لجميع أفراده لا على سبيل البدل. العرب بتستعمل الألفاظ، بتستعمل كل وجميع، وتستعمل الألف واللام الاستغراقية، وتستعمل الأسماء الموصولة، وتستعمل ما وأيما وكلما وطالما في على حسب أنواع الألفاظ التي يستعملونها في بيان إرادتهم للعموم. لكن هناك عموم المعنى، المعنى بمعنى أن هذا رجل قد بال في المسجد. العبرة في أنه رجل وليس امرأة؟ كل الناس تقول إيه؟ لا طبعا. العبرة أنه عربي مش عربي، مش مصري مثلا، مش هندي. الهندي زي الأعرابي، كل الناس هتقول إيه؟ قطعا أن الهندي زي الإيه؟ زي الأعرابي، وإن المعنى ده غير مؤثر. طب الرسول قال هاتوا ذنوبا من ماء، ينفع نجيب خرطوم؟ كل الناس هتقول إيه؟ ينفع. كل جبتوها منين؟ من عموم المعنى، وهو ده في حقيقة الأمر القياس. عموم المعنى إن ده دل الشرع على أوصاف مؤثرة عرفت من مجموع النصوص، عرف يعني أكثرها عموم الناس، وعرف كثير منها العلماء دون غيرهم، واختلفوا في كثير منها، واتفقوا في القياس في أمور منها إلا الظاهرية. يعني الناس بتاكل الرز وبتاكل القمح، مش كده؟ بلا شك ده غير ده، صح. لكن لو قلنا بوجوب الزكاة بالنص في الأرز في القمح، فلا شك أن الأرز مثله تماما، لا فرق بينه وبينه، حتى نقول أن هذا قوت للناس، والفقير يحتاجه للطعام يقتات به كما يحتاجه في الإيه؟ في القمح. وطرق الزراعة إما بآلة أو بغير آلة، فيبقى الكلام نفسه. فهذا الأمر مما أجمعت عليه كلمة أهل العلم المعتبرين، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية ومن وافقهم من المتأخرين زي الشوكاني مثلا، يقول الستة أصناف فقط، وكذلك في الأربعة أصناف فقط في الزكاة، وفي الربويات كذلك. فما حدش يكون ظاهري بهذه الطريقة إلا ويتناقض،
وبعدين هيطلع ان في مسائل قطعا ويقينا لم يرد لها نص كمسألة العول اذا زادت الفرائض عن الواحد الصحيح ماذا نصنع؟ لازم هنقسها على قسمة الغرماء. وعشان كده قال الصحابة بالايه؟ بالعول، ان كل واحد هيخسر من نصيبه جزء نتيجة زيادة الفرائض عن الواحد الصحيح. فاهمين؟ فهيعملوا هما فيها ايه؟ يا اما هيلغوا حقوق البعض زي ما ابن عباس رضي الله عنه خالف في العول، بس كل الصحابة قالوا العول هو اقرب شيء الى الايه؟ الى قسمة الغرماء. عندنا نص مثلا في الطلاق الثلاث أنه بعد أن يطلقها الثالثة تتزوج زوجا غيره، فإن دخل بها ثم طلقها حلت بنص القرآن، فإن مات عنها زوجها الثاني ولم يطلقها حلت أيضا عند جميع العلماء، وليس العبرة بإيه؟ بأنه طلقها، مع أن النص ورد في أنه إيه؟ طلقها، لأن هذا من عموم المعنى. فالجمود الذي وقع من البعض في إنكار القياس هو في الحقيقة مخالف لأدلة الكتاب والسنة بالاعتبار والقياس. يقول: ويمكن دفع حجتهم على تقدير تسليم الأول بأن لم ترد أمور أحكام بعد هذه الآية لم تنزل، لأن استعمال القياس في الحوادث متلقى من أمر الكتاب، وده اللي احنا بنقول. ولو لم يكن إلا عموم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقد ورد أمره بالقياس، علمهم. قال سئل عن القبلة للصائم، قال: أرأيت إن تمضمضت؟ فقال: لا حرج. قال: فكذلك، بيعلمهم. قال: أرأيت إن رجل أتاه رجل يريد أن ينتفي من ابنه لأنه إيه؟ لأنه أسود وهو أبيض أو العكس، فقال: ألك إبل؟ قال: نعم. فقال: ما لونها؟ قال: سود. قال: هل رأيت فيها من أورق لونه مختلف؟ فقال: نعم. قال: ماذا تقول؟ قالت: لعله نزعه عرق. فقل لعله نزعه إيه؟ عرق. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمهم القياس. القرآن: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. هي المسألة دي رغم أن الظاهرية يعني من المذاهب التي فيها قوة في كثير من الأشياء، إلا أنهم خالفوا الإجماع المعتبر للصحابة رضي الله عنهم في هذا. وجوب الزكاة في عروض التجارة، وجوب الزكاة في الأوراق النقدية المعاصرة، وجوب حرمة الربا في الأوراق النقدية المعاصرة. إنه الزنادقة بقى والمبتدعين والضلال يروح جاي يلاجئ للإيه؟ للظاهرية، يقول لك الفلوس ما فيهاش ربا، الذهب والفضة فقط هي اللي فيها الربا. أنت بتتعامل بقى بالذهب والفضة عشان ما تروحش تشتري جبنة وتشتري حلاوة وتشتري لحمة وتدي له الذهب دلوقتي، ولا دي قامت مقام؟ هي من الثمانيات بلا شك، خلاص قطعا ان الفلوس الورقية من الثمانيات. قال: وقد ورد امره صلى الله عليه وسلم بالقياس وتقريره عليه، فاندرج في عموم ما وصف بالكمال. ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، قال: أنزل الله سبحانه وتعالى كثيرا من الأمور مجملة، ففسر نبيه صلى الله عليه وسلم ما احتيج إليه في وقته وما لم يقع في وقته، وكل تفسيره إلى العلماء. وما لم يقع في وقته وكل تفسيره إلى العلماء بقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
هذه الآية الكريمة وهذا الحديث في فضلها عن عمر رضي الله عنه هو ليس حجة في إنكار القياس، لكنه حجة في إنكار البدع، لأن الدين إذا اكتمل لم يكن هناك وجه لاختراع عبادات وعقائد وطرق لمعرفة تلك العقائد مخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان موقف السلف جميعا من علم الكلام هو الذم. الدين قد اكتمل وتضمن كل الرد على الشبهات الموجودة والآتية لمن أحسن تأمل الآيات وتأمل ما فيها من الحجج. وهذا هو حقيقة التدبر، معرفة الحجج التي جاء بها القرآن ومعرفة الدلائل. وهذا الذي يحصل حصول التدبر، وهو أن يأتي على آخر المعاني قدر إمكانه، يعني يبحث فيما وراءها. ولذلك لا يحتاج قطعا في مسائل القدر ومسائل الصفات ومسائل الوعد والوعيد وغيرها من مسائل الاعتقاد وأمور الغيب إلى علم الكلام، فإنه أجنبي قطعا عما جاء به الرسل. الرسل جاءوا بالوحي والوحي اكتمل، فلا حاجة إذن إلى اختراع وسائل من محدثة من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. كل العبادات التي اخترعها أهل البدع من الصوفية والمقلدة وغيرهم ممن استحبوا أمورا لم يستحبها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ورد قطعا في الكتاب قبل ذلك، ولا قاس الصحابة ذلك، وإنما شيء أقروا أنهم اخترعوه. مثلا يقرون أن المولد في 100 لم يكن موجودا في القرون 3 الأولى، وإنما بدأ من 4 في عهد الفاطميين، لم يتخذه عالم معتبر، وإن وقع تحت تأثير التقليد بعد ذلك بعض من منتسبين للعلم، ولم يعتبروا أن إجماع السلف على ترك الاحتفال بيوم 12 من ربيع ولا ذكر له فضيلة في كتاب واحد من كتب السنة، ولا تخصيصه بصيام ولا بقيام ولا بطعام ولا بشراب، ولم يوجد عن أحد من الأئمة 4 وغير 4 ولا أئمة الحديث شيء من ذلك. ثم بعد ذلك تقول بل هو سنة، فمن أين تأتي بذلك؟ هذا أمر تعبدي بلا شك، وهذا الأمر أمر البدع متعلق بالعقائد والعبادات في المقام الأول. أو لو وضعت أصول مخالفة لأصول الشريعة في المعاملات كأمر المكوس مثلا، أن تشرع وأن تجعل بديلا عن الزكاة، لأن هذا فعلا بديل. إحنا عندنا مصدر مالي، الدولة تحتاج إلى مصادر مالية، الشرع حددها وبينها بالزكاة والخراج والجزية والأموال التي لا يعلم لها صاحب وغير ذلك من المصادر. فيأتي بعض الناس ويشرع تأصيلا قبل أن يستوفي هذه الأمور الشرعية، أن يشرع تشريعا مخالفا في التفصيل وفي الفروع لذلك في جمع الأموال. وهذا كلام أهل العلم عبر الزمان في ذم من يأخذ الأموال بهذه الطريقة. ولكن ترون أن كل المتأخرين يتكلمون عن الضرائب مثلا بأنها أمر مشروع ولا يجوز التخلف عنه منذ أزمنة طويلة، مش بس في زماننا ده من قرون، لأن قضية جمع المكوس بقالها مثلا 1000 ولا حاجة، ده من قبل فتح القدس على يد صلاح الدين، من 900
نور الدين محمود هو الذي وضع المكوس بعد أن وعظه واعظ. وما أن مات نور الدين حتى عادت المكوس كما كان. ثم منعها صلاح الدين لما شمل هؤلاء الأمراء الظلمة وأرغمهم على منع المعازف والمكوس والخمور التي أباحوها عملا وإن لم يستحلوها دينا. الغرض المقصود أن هناك أصول في المعاملات إذا وضعت وأصلت حتى صارت سنة يسير عليها كل أحد صارت إيه؟ بدعة. لكن الأصل في رد البدع هذه الآية الكريمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الكتاب المكتمل وهذا الشرع المكتمل والدين المكتمل. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا أمرا خلاف ما جاء في الكتاب والسنة فإنه يدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤدي الأمانة، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك نقول دخل في ذلك أيضا في البدع استحداث أعمال قلوب ومقامات لم يأتي بها دليل من كتاب ولا سنة، زعمتم أنها أقرب المنازل إلى الله، زعمتم أنها هي التي يصل بها خاصة الخاصة إلى أقرب المنازل عند الله، وجعلتم ما ورد في الكتاب والسنة هي للعامة دون الخاصة وخاصة الخاصة، كالفناء والدهش والاستلام والتلبيس والسكر والهيمان والمحو والصحو والبقاء والفناء والجمع والفرق، وكل هذه أمور لا تجد حرفا منها في القرآن ولا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والموقف منها أن ينظر في حقيقتها، لاصطلاح الحادث ينظر في حقيقته، ماذا يقصد صاحبه من ورائه، فيقبل ما فيه من الحق ويرد ما فيه من الباطل. لكن القضية ان انت استحدثت فعلا هذه المقامات من عند نفسك لم يأتي بها دليل من الكتاب والسنة على ليس اسمها ولا حقيقتها التي استحدثتموها، لك منزلة التلبيس ويقول لك ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. شوف ايه التلبيس، ان الحقيقة انه ان كل الامور من عند الله، ولذلك لا فرق بين الطاعة والمعصية والحسنة والسيئة والايمان والكفر، كويس كده. والحقيقة ان من شهد ذلك ان الامور كلها بامر الله، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فهذا قد وصل إلى الحقيقة فلم يدع له مشاهدة الحكم استحسان حسنة ولا استقباح سيئة. وهذا في الحقيقة رد لدين الأنبياء، قالوا الأنبياء بيلبسوا على الناس علشان العامة ما ينفعش معهم ولا كده، فمصلحتهم كده، فهم بيقولوا للناس حاجة وهم عارفين إيه حاجة تانية. الظاهر في الشريعة التفريق عشان الناس ما يصلحش معاها الا كده، والباطن ان مفيش فرق، ماشي. ويجيب الادله بتاعه الايمان بالقدر خيره وشره، شفت مفيش فرق كله ايه بقدر. بس هو انت لماذا امنت بالقدر وتركت الشر؟ القدر ورد لتؤمن بان الله ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وان الله خالق افعال العباد، ولكن ذلك لا يترتب عليه حب ولا بغض، إنما يترتب الحب والبغض والحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه والمحرم على أوامر الشريعة. ولذلك قال قائل منهم، يعني من أحسن الناس قولا، أن هذا فرق في عين الجمع. يعني إحنا وإحنا شايفين إن الأشياء دي مجتمعة في كونها مخلوقة لله، فنحن نشهد منها أمورا يحبها الله وأمورا يبغضها الله دون أن يزول
إدراكنا للفرق من أجل أننا شهدنا الجنة. ها؟ الحمد لله رب العالمين. احنا مش شهدنا هنا عموم الربوبية لكل العالمين مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم وأنهم يعني وشهدنا رحمته العامة والخاصة وشهدنا ملكه اليوم الدين المستلزم والمتضمن لملكه لجميع الأيام وشهدنا وجودنا بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين أننا موجودين وبنحن نعبد ربنا ونستعين بالله في أداء هذه العبودية وشهدنا الصراط المستقيم غير صراط المغضوب عليهم والضالين وشهدنا ورود الذين أنعم الله عليهم وشهدنا ورود الذين غضب الله عليهم وأضلهم أو ضلوا. فلذلك هذا الأمر لا يجوز أن يكون الإنسان ناصبا للمناقضة بين الشريعة والحقيقة، بل الحقيقة الكونية أمر مرده إلى الإيمان بالله ربا سبحانه خالقا رازقا مدبرا لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولكنه هو الذي ابتلى العباد وشرع لهم الشرائع. فأنت تشهد الشرع آمرا ناهيا يبنى عليه حب الله وبغضه، مع أنهم لا يثبتون أصلا لله عز وجل حبا وبغضا، وإنما الأمر عندهم مرده إلى الإرادة. فإذا قيل لهم الرسل جاءوا بغير ذلك قالوا هذا مقام التلبيس، وهو مقام رفيع جدا ويحتج عليه بذلك. ولا لبسنا عليهم ما يلبسون مش معناها كده نهائي عند كل السلف، معناها أنه لو أتاهم ملك لأتى في صورة رجل حتى يستطيع أن يكلمهم ويفهموا منه، وعند ذلك سيقولون ليس بإيه؟ ليس بملك، لأنه جاء في صورة إنسان. يبقى خلاص حيلتبس عليهم لأنهم لا يريدون الإيمان في الحقيقة. الغرض أن هذه الأمور هي أساس حصول البدعة في مخالفة أصول الشريعة في الإيمان والإسلام والإحسان، لأن هذا هو الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإسلام أركانه الأركان الخمس: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، وبعد ذلك يكتمل بالمعاملات. والإحسان أعمال القلوب ويتفرع منها الأخلاق التي هي مرآة أعمال القلوب. اللي يأتي بأصول غير ذلك في هذه الأركان من أركان الدين ويبتدع من عند نفسه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا لابد وأن يرد. يعني لو تلكم من البدع المعاصرة الحرية، هي الحرية دي وردت في القرآن في السياق المدح للإنسان قد إيه، وسياق وكلمة العبودية للإنسان وردت في سياق المدح قد إيه. لا أنا ممكن ما لقيش أصلا لفظ حر في مقام المدح للجميع. الحرية دايما ذكرت في مقابلة الرق بس، لكن العبودية وصف مقام أرفع الخلق مقاما. الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا وجميع الإنس والجن داخلين أنهم ما خلقوا إلا ليعبدوا الله. أنتوا بقى جيتوا اخترعتوا حكاية الحرية، والبعض بقى من الجهال على أحسن الأحوال وإلا لقلنا الزنادقة، يقولوا الحرية مقدمة على الشريعة. أنهي يقولك عشان هي اللي هتجيب الشريعة؟ أنت بتقول إيه؟ الحرية نهين، الحرية بتاعت القوم اللي اخترعوها هي التحرر من شرع الله عز وجل أصلا، لأن هم كانوا في شرائع باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، اخترعها الأحبار والرهبان يستعبدون بها الناس، والقياصرة والأباطرة يستعبدون بها الناس. فلما ضجوا منهم خلعوهم وخلعوا الدين مع ذلك، فبقوا بلا شريعة. فمن أين يأتون؟ فأتوا بما يهوون. فهذا هو نظام الحرية والديمقراطية. الألفاظ التي صارت عند القوم مقدسة لا يجوز أن يمسها أحد، وإحنا طريقتنا قلنا في الألفاظ التي فيها إجمال
ينظر فيما يمكن أن يوافق الشرع منها يقبل، وما لا يوافق الشرع إيه؟ يرد. يعني لو قلنا الديمقراطية دي مثلا يعني فيها ما يوافق الشرع مثلا من التشاور ووضع نظام للتشاور، وإن كان الشرع لم يحدد لنا نظاما للشورى لكن تركه مطلقا الشورى، فما وافق الشورى في ذلك بضوابط الشريعة نقبله ولا نرده. وكذلك في قضية الحرية، أن لا يعذب إنسان بغير حق، أن لا يحبس بغير حق، أن ينتقل حيث ما أراد، لا يجني عليه أحد، ولا يمنع من السفر، ولا يمنع من العمل، ودي حقوق إنسان الشرع إيه؟ أقرها. فلما يجي حد يقول نحن نطالب بذلك هنقول له احنا نطالب بذلك، لكن ان انت بتقول الحرية عشان يشمل حرية الشذوذ وحرية الحرية الجنسية، ان المرأة تعاشر من شاءت والرجل يعاشر من شاء، ويبقى في تعدد ازواج ومنع تعدد زوجات وتعدد عشيقات لا مانع وكل ده، وانت بتقولوا ايه حرية؟ حرية التعري والمنع من الحجاب والمنع من النقاب، انتوا حطيتوا قواعد التزمتموها، ازاي المسلمين يقبلوها على عواهنها؟ لا يجوز ذلك. فلذلك هذه الالفاظ مثل الفاظ الصوفية، بس دي بقى في ابواب السياسة الشرعية. احنا عندنا تشريعات في السياسة، قطعا عندنا تشريعات في السياسة، زي ما قلنا احنا ليه قابلنا حق الانسان في السفر؟ عشان عندنا احاديث، وأن لنا الأرض نحل منها حيث شئنا ولا يجني على امرئ إلا نفسه، صح؟ لك الأرض تحل منها حيث شئت، حدش يغرغب حد أن أنت تسكن هنا وممنوع تسكن هنا. وتطبيق الصحابة رضي الله عنه، كل واحد منهم بعد الفتوحات ذهب إلى بلد واختار أن يسكن فيها، والحكام ما منعهمش من هم يسكنوا في حتة. لو قلنا حق العمل، حق السفر، الإقامة، عدم التعذيب، عندنا نصوص في منع التعذيب، عندنا نصوص في القضاء في بالبينات مش بالاعتراف بالإكراه مثلا. فلو قلنا احنا نقبل هذه الحقوق الإنسانية، يبقى احنا بنقبلها عشان عندنا أدلة عليها، مش كده؟ وكذلك أمر الشورى، الناس تختار الحاكم عن طريق الشورى، فنحن نقبل ذلك، بس بنقول لهم اضبطوها، ان مين الذي يستشار؟ اهل الحل والعقد، مع ان في نظم ديمقراطيه عندهم بتقول كده، بتقول ان 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 الديمقراطيه لعامه الناس، التصويت لعامه الناس ده ضحك على الناس، وان الناس العامه ما عندهمش خبره، وبالتالي فالصح ان احنا نختار مجموعه مؤهله وهي اللي تختار بعد ذلك، وهذا الامر هو الصحيح فعليا، ده نظم ديمقراطية عندهم. بس اللي موجود دلوقتي هو ايه؟ بتاع العوام، ان كل واحد ما بيفهمش يروح يبقى له صوت، وعشان كده بيضحكوا عليهم بالايه؟ بالفلوس، بالتوجيه الاعلامي، بالحفلات والمناظر اللي بيعملوها الرؤساء مثلا المرشحين في امريكا، البلاد الديمقراطية بجد يعني، تحضير الفضائح، يعني ايه انت عارف، يحضروا له فضيحه عشان يبقى قضيه، عشان يمنعوه من الايه؟ من الترشح، عشان العامه ممكن شعار واحد يخلي الناس كلها ايه؟ تمشي وراه، غوغائيه، واخد بالك؟ واحد طب تشوف كفاءته عنده ايه؟ بيعمل ايه؟ ماذا يحسن؟ ماذا عمل؟ ماذا قاد؟ عنده علم شرعي؟ عنده علم واقعي؟ عنده علم بالاقتصاد؟ عنده علم؟ لا، راجل ايه؟ مفوه. وتلاقي ايه؟ اعداد، عشان ما تقوضها من واحد تروح جاية ايه؟ لو سبت لهم الموضوع يعني يروح جايين ايه؟ واخدين على التاني ونحو ذلك. فده دي في الحقيقة يعني نظم ليست سوية، وضع قواعد بذلك في احنا بنقول لهم المبدأ في جزء من الديمقراطية مقبول وفي جزء مرفوض. اخطر جزء في الديمقراطية مرفوض هو الشرك بالله، ان تجعل التشريع ولو خالف شرع الله عز وجل هو ايه؟ حق. انتوا كده بتدعوا فعلا على الدين النقص، لان انتوا تقولوا الشريعه ليس فيها سياسه زي ما علي عبد الرزاق قال، وان اصول الحكم في الاسلام، اصول الحكم ان ما فيش اصول حكم في الاسلام،
وبالتالي الناس هي حرة بقى تحكم بما شاءت. وكفروه على ذلك بسبب ان هو مخالف للإجماع المعلوم، مخالف للأدلة. فما فيش حد يخترع في هذا الباب، يعني قواعد كلية في تنظيم يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. دي أساس نظام الحكم في الإسلام، اختيار الأمانات، لأن كل الولايات أمانات، فلا بد أن تختار أفضل الناس لها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهو الذي أنزله الله، لأن البشر لا بد أن يقيموا حياتهم الاجتماعية، المجتمع الذين اجتمعوا فيها، بتولية بعضهم أمور الآخرين، من أول الرئاسة أو الملك أو الخلافة أو الولاية أو أي مصطلح فيها، والإمارة لبعضهم، وهناك من تحته، ثم إلى أصغر ولاية يتولى فيها الإنسان مصلحة المجموع. لا بد من ذلك، فكل واحدة من هذه أمانة، لا بد من البحث عن الأمثل في ذلك أهلها، ثم بعد ذلك سيختلف الناس، فلا بد أن يحكم بينهم بالإيه؟ بالعدل، القانون الشرعي الذي أنزله الله. اللي سرق يتعامل في إيه، اللي زنى يتعامل في إيه، اللي قتل يتعامل في إيه، اللي جرح يتعامل في إيه، اللي قطع الطريق يتعامل في إيه، اللي اختلفوا مع بعض في الفلوس يتعامل فيها ايه، في العقود، في الزواج، في الطلاق. هناك تشريع كامل. لذلك هذا الدين يعني فرق عظيم بينه وبين سائر الأديان المنسوبة إلى الأنبياء، فضلا عن الأديان الوضعية التي يظهر فيها القصور الفظيع والنقص الشديد، وما نسب إلى الأنبياء قد ضاع أكثره عبر الزمان، ثم عبر التحريف والتبديل، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ولولا فضل الله بالوحي الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم لما عرف حقيقة ما جاءت به الرسل. ولذلك حفظ الله هذا الكتاب، وهذا الكتاب هو الذي فيه ديننا، أصول ديننا في كل الأمور، والله أعلى وأعلم. الحديث يبقى عشان نقول في الحديث ده كده، إن عندنا عقائد وعبادات ومعاملات وسلوك قلبي وأمراض قلبية طبعا لابد من يعني التحذير منها، التخلص منها، وتفرع من ذلك الأخلاق، أشياء واجبة وأشياء محرمة، مجموعها هو سلوك الإنسان الخلقي. وهناك أمور سياسة في مجموع وفروض كفاية في مجموع الأمة، لأن النظام، وهناك علاقات بين هذه الأمة وبين غيرها من الإيه، من الأمم، وبين غيرها من الدول. جاء الإسلام بتفاصيل ذلك واكتمل في القرآن، يعني هتشوفوا كل حاجة واقعة من الوقائع التي تحدث للناس، والناس بتختار يعني طرق مختلفة في معرفة الصواب من الخطأ فيها. فهذا الأمر لابد من رده إلى الشرع. نضرب مثالا في هذه القضية بما يحدث حاليا، يحدث في فلسطين، ونوع من الهجوم من الفلسطينيين في غزة على أرض فلسطين المحتلة، ووقع اليوم عندنا حادثان اعتداء ضد اليهود، واحد في اسكندرية واحد في سيناء. طب احنا عندنا ضوابط لذلك؟ نعم، بلا شك أدلة الجهاد والأمر بالجهاد تدل على نفو بتاعت سينا. طب الحمد لله، بس اليهود اللي جايبين، الحمد لله. المهم يعني أمثلة من هذه، الخلاصة ان احنا بنقول ان احنا عندنا هناك من اعتدى على بلاد المسلمين وأخذها منهم وما زال يحتلها،
والدفع في ذلك واجب لكل من استطاع ما لم يكن هناك عهد. ولذلك اللي يعمل بدون عهد، لان ما فيش اتفاق للسلام كما يسمونه، ولا هدنة حتى محددة المدة، ولذلك يجوز يعني المقاومة في هذا الباب وتحصيل ما يمكن تحصيله من مصالح المسلمين ورد العدوان عن المسلمين ومساجد المسلمين، خاصة المسجد الأقصى الذي عرف فضله ويجب يعني تحريره على المسلمين بالوسائل المشروعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وهي حاصلة إن شاء الله، ولا بد أن يعود المسجد الأقصى للمسلمين. هذا لا يشك فيه مسلم، ومحاولة تعمية الأجيال على القضية حتى يقبلوا بالتقسيم الزمني أو المكاني قطعا ويقينا لن يعني يستمر في بلاد المسلمين. واللي يحاول يعمل كده من خلال الدين الإبراهيمي أو غيرها ضال مضل، وأنه يريد أن يغير واقع عقيدة المسلمين أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، بتأتي تصرفات اليهود توقظ في النفوس معرفة الكفر والظلم الذي عليه اليهود. لكن على سبيل المثال، ما يحدث من اعتداء على أحد دخل هنا بلا سلاح، وإنما دخل بأمان وتأشيرة أو إذن أو نحو ذلك، هو ما يعرفش بقى اللي انتوا بتقولوا عليه إن دول الحكومة دي بتحكم بما أنزل الله، ما بتحكمش بما أنزل الله. هو ما دخلش مقاتل، هو داخل بإذن الحكومة الرسمية. وعلى فكرة العقود ده هي يجوز أن يعقدها المسلمون حتى لو كان في جزء من الأرض محتل. أيوة أحيانا يصح ذلك رغما عن المسلمين لعجزهم. هي مش مكة دي أرض في الأصل أرض إسلام، مين أسسها وبناها؟ سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، وتأمرت على التوحيد من أول يوم، والمشركين ليسوا أولياء المسجد الحرام، وخدوا مكة وأصبحوا هم المسيطرون، مش كده؟ وكما قال عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وترصيل. الآية اللي قبلها على طول أنا عارف إنها كده، أنا عايز أول الآية وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. يعني مكة دي بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين اللي في المدينة، مش بتاعة المشركين، صح؟ ومع ذلك عقد صلح الحديبية، الوفاء به، وفى به الرسول عليه الصلاة والسلام. لما دخل مكة دخل 3 أيام، لأن هم اتفقوا معه على ذلك، وأرسلوا له يعني أن أخبر صاحبك أن 3 قد مضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وما عملش حاجة في الأصنام ساعتها، مع أن ده كفر وشرك بالله. 360 صنم كسرهم إمتى؟ بعد الفتح، يوم ما دخل في مكة الفتح دخلها عنوة، ولكن لما دخلها بالعهد كان له حكم تاني. ولذلك رد أبا جندل ابن سهيل بمقتضى الإيه؟ العهد. لما أبو بصير هرب منهم بعد ما الرسول رجعه وطلع له أبو جندل، خلاص اتصرفوا أنتم. وذلك في السنة وفي القرآن إيه؟ قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، اسمع، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فكان الحاجات دي للأسف محدش بيتعلمها إلا من تعلم الكتاب والسنة. مهم جدا إن احنا نقول إن في ميثاق، دول كفرة. طب الرسول كان مع الكفرة عمل ميثاق، ما هو كفرة وظلمة ومعتدين ومنعين المسلمين من مسجد الحرام له اعظم من المسجد الاقصى، وما كان ممنوع خالص عبر 20 سنة ان المسلمين يكون لهم اي كلمة في المسجد الحرام. وبعدين لما تم العهد التزم به صلى الله عليه وسلم. طب لو حد خد جانب من المسلمين كده وبقى عملوا مجموعة قتالية ابو بصير على رأسها وابو جندل والمستضعفون في مكة سمعوا بهم فالتحقوا بهم، كونوا عصابة من المسلمين، جماعة من المسلمين، تتلقف قبائل قريش وتأخذ تقتل من فيها وتأخذ أموالها. الرسول عليه السلام عمل لهم إيه؟ خلاص بر الحدود،
بره حدود الدولة لغاية ما هم اللي قعدوا يتحايلوا عليه عشان ايه خدهم عندك علشان يلتزموا بلوازم الايه المعاهدة. انت جوه بلد دخلها كفار بعهد سواء عهد مطلق او عهد امان او اي نوع من انواع العهود او كذلك المسلمين اللي بره داخلين هذه البلاد بامان داخلين بجواز سفر انت دخلتهم بقوة السلاح رحت جاي اقتحمت الحدود بالعافية كده زي ما الفلسطين عملوا ولا استأذنتهم وطلبت تأشيرة وقدمت لهم جواز السفر وتذكرة الطيران وقفت في الطابور قدام الـ بتاع ده قدام الجوازات لغاية ما ختموا لك ودخلت يبقى انت قطعا داخل بعهد وبالتالي ما ينفعش تقتل حد فيهم. المسلمين عندهم حالة عاطفة قوية فيما حدث ولهم حق في ذلك لان يعني بعض شفاء ما في قلوبهم مما يفعله اليهود من المسجد الاقصى والمسجد الابراهيمي اللي على طول قفلوه النهارده. نسال الله العافيه. يجوز الفرح بمثل هذه لا ما يجوزش ان حد بقى يفرح بنقض العهد بان حد مسلم جاي وانت ظاهرك انك بتحرسهم ومهمتك انك تحرسهم عشان ما حدش يعتدي عليهم تروح جاي انت ايه؟ معتدي عليهم وقتلهم. ها؟ ما هو المعصية أشد معصية هي معصية الإيه؟ الكفر. ومع ذلك داخلين بأمان فأنت لا يجوز لك أن تعتدي عليهم. دي أمثلة من أن احنا لابد أن نضبط الأمر ليس بالعواطف لازم نقول كل حاجة في موضعها في ده أمر مشروع ده أمر غير مشروع ممكن يبقى مشروع ليا مش مشروع لغيري. يعني كما دولة لم تتفق بعد في معاهدة سلام ولم تبني على قد دبلوماسية موقفها مختلف عن دولة فعلت ذلك والأمر ده مبني على المصالح في حدود الشريعة. الحديث الثاني بيسأل عن التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بياخدوا باب المغربة يمنعوا منه ليه المصلين المسلمين ويفتحوا لليهود فياخد الحتة دي بتاعتك وبقية المسجد الأقصى اللي عنده 70 سنة يخش واللي عنده أقل من 70 سنة ما يخشش. هذا بلا شك ظلم زماني وقت عندهم 3 أوقات اقتحامات كل يوم في غير أوقات الصلوات وأيام الأعياد عملوا مصيبة عظيمة إن هم منعوا المسلمين من إيه من الصلوات نفسها فده وخلوا يعني عامة المسلمين ما يخشوش حتى يصلوا الجمعة يختاروا عدد محدد فقط يقيم صلاة الجمعة. طبعا أيام الصليبيين كانت أفظع من ذلك لكن هو بيحاول يفرض الكلام ده مؤقتا للعلم. أما المسجد الإبراهيمي فواخد حق إيه مش واخد حق يعني واخد نصيب أعظم من العدوان يعني لأنهم بيغلقوا المسجد بالكلية لا يصلي فيه مسلم ولا يؤذن فيه للصلاة يرفع فيه البوق وهم بالنسبة للمسجد الأقصى في الأيام اللي فاتت أيام الأعياد دي اللي أغاضت قلوب المؤمنين جميعا كانوا بينفخوا بالبوق داخل حدود المسجد الأقصى داخل ساحات المسجد الأقصى وهم ممكن يخشوا المسجد اللي هو مكان الصلاة المبني هي البقعة كلها اسمها المسجد الأقصى سواء زي الحرم كده الحرم حواليه في بناء وحواليه إيه ساحات هم بيخشوا في الساحات أكثر ويقدروا يخشوا من مكان إيه الصلاة كسياحة واللي هم المستوطنين المتطرفين دول اللي هم يسموهم كده يعني بس كلهم هم اللي بيساعدوهم ووزراء منهم طبعا بن غفير وغيره دول بيخشوا من الساحات عند باب المغاربة ويقفلوا الباب ده على المسلمين فياخدوا حتة منه وأوقات تانية ياخدوا المكان كله ويسيبوا المسلمين الأوقات الأخرى بتاعت الصلوات. الموضوع لما بدأوا تطور لو المسلمين يعني خلاص استكانوا للموضوع هياخدوا كله ومش هيسيبوا حاجة زي ما قلت لكم الصليبيين لما الأمة كانت في حالة ضعف شديد ومش خايفين ان حد يستنفر والحمد لله قد استنفر ولكن بعد 90 سنة حطوا صليب على قبة الصخرة ومنعوا الصلاة في المسجد وجعلوه اسطبلا للخنازير والخيول ومكان للزبالة عشان كده صلاح الدين لما فتحت القدس بعد حطين ما صلاش مباشرة لأن المسجد كان مليئا بالقادورات وفتح أظن يوم الجمعة أو ها؟
27 رجب. فالخطبة التي خطبت بعد ذلك بعد أسبوع، لأن المسجد لم يكن يعني مهيئا لكثرة النجاسات الموجودة والعياذ بالله. ولكن فعلا أيقظ احتلال المسجد الأقصى همم المسلمين، حتى ورد نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي رحمهم الله ورضي عنهم وجاهدوا. والمسلمين أول ما يلاقوا حد بيجاهد حتى لو مختلفين في إيه، لكننا متفقون على وجوب القتال لتحرير مقدسات المسلمين. فمسألة بقى إيه ده، صلاح الدين كان أشعري، دي الخيبة اللي عليكم، أشعري بس مش مهم. أولا هو مش متصدر المذهب الأشعري، وهو العالم اللي عنده قال له احفظ العقيدة دي حفظها، لكن هو في المقام الأول مجاهد وبيفعل طاعة، ودول مش كفرة، وبالتالي فجاهد معه كل المسلمين. وكذلك نور الدين كان أحسن منه وأكثر عبادة وأقل اهتماما بحكاية العلم الكلام ونحو ذلك، والتزاما بالسنة، أول ما يعرف حديث يطبقه على طول رحمه. 50 سنة جهاد قبل صلاح الدين. صلاح الدين اسمه أشهر، ولكن اللي بنى البنية التحتية لهذا العمل نور الدين محمود رحمه الله. فالموضوع ده لذلك بنقول ده فعلا هو موقظ للهمم. المرة دي اتأخر يعني الموضوع بتاع تحفيز الهمم ده، يعني هما بقى لهم سنة 67 لما خدوا المسجد الأقصى. المستوطنين فيهم مدنيين؟ لا، وكل من يعني في إسرائيل يحمل السلاح عند اللزوم، حتى النساء. الغرض المقصود إن كله بيخش بيقتحم كله. أنا أقصد إن ليه هم ما عملوش من سنة 1917 يوم ما الإنجليز دخلوا القدس واحتلوها وسابوا المسجد الأقصى كما هو، وعملوا دولة الأردن وخلوها إيه تشرف على المقدسات الإسلامية، ما لناش دعوة، عشان ما حدش يهيج، عشان المسلمين ما يصحوش. فاللي بيعملوه اليهود مفيد من جانب تعريف أجيال المسلمين حقيقة اليهود وما يضمرون. أنت تقعد تقول دول أعداء فعلا، والتانيين يحذفوا الآيات من مناهج التعليم ويضغطهم علشان تغير الخريطة، بدل ما تكتب فلسطين محتلة تكتب ايه اسرائيل في الكتب بتاعتك، عشان اجيال تنشأ مش عارف القضية تحصل. اللي بيعمله بن غفير وامثاله المتحالف معهم نتنياهو، يقوم الناس كلها تعرف حقيقة الايه اليهود. فنعمة من ربنا سبحانه وتعالى، واعمالك زي كده هتلاقي كل المسلمين فرحانين بها في مشارق الارض ومغاربها، لان القدس مش شوية، والمسجد الاقصى يعني له منزلة عظيمة في قلوب المؤمنين. كده هي القضية في قلوب الأديان كمان مهمة جدا. الناس كتيرة القضية دي انتهت. أحد أهم الأمور التي نفعلها هو إحياء القضية في قلوب أبناء المسلمين وشبيبة المسلمين رجالا ونساء. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر بن عمر الغدا حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر، فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، فخذوه به تهتدوا، فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. حاجة عظيمة. اختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم، أي الذي عنده من الثواب والكرامة على الذي عندكم من النصر. هذا يعني اليوم التالي ليوم البيعة التي هي كانت يوم السقيفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل دفنه. فكان هذا يوم الحديث ده كان يوم الثلاثاء، وأما اليوم الذي تمت فيه البيعة كان يوم الاثنين، يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وقالوا: منا أمير ومنكم أمير.
فذهب أدركهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الجراح، وزور عمر رضي الله عنه مقالة في نفسه، فقال أبو بكر كل ما فيها من غير أن يراجعه، وقال لا يصلح هذا الأمر إلا لهذا النفر من قريش. إمارة العرب والمسلمين أقرها النبي عليه الصلاة والسلام في قريش، ومن الأمراء ومنكم الوزراء، واجتمعت الكلمة، وترك الناس سعد بن عبادة الذي كان قد جمع الأنصار يطالب منا أمير ومنكم أمير، كان زمان الأمة تمزقت وافترقت تفرقا عظيما. وقال عمر لأبي بكر أبسط يدك أبايعك، دون أن يرجع للبقية، لكن لكي ينقذ من الاختلاف. ما أن بايعوا بايع عمر وبايعه عبيدة أبو عبيدة بن الجراح، تتابع الأنصار على البيعة. وأما باقي المهاجرين من قريش فلا شك عندهم في تقديم أبي بكر، ولذا قالك أما بيعة أبي بكر فكانت فلتة وقى الله شرها، لكن لا يجوز أن يبايع أحد أحدا دون مشورة المسلمين. ولكن لأن أبا بكر كان مجمعا عليه في باطن الأمر أن الناس كانت لا ترضى به بديلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وبين عمر رضي الله عنه هنا منزلة كتاب الله، وهذا لا شك فيه أن هذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم صلى الله عليه وسلم. فإذن الكتاب متضمن لأسباب الهداية كلها، الكتاب متضمن لما يحتاجه الناس، كما شرحنا ما يحتاج إليه في ذلك في جميع أمور الدين للفرد والأمة والدولة والمجتمع والسياسة وكل القواعد الأساسية، ولا بد أن يجتنب البدع في ذلك كله. الحديث الثالث، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. سبق شرحه في كتاب العلم، وبيان من رواه بلفظ اللهم علمه التأويل، ويأتي معنى التأويل في باب قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. علمه الكتاب، إذن معناه أن يتعلم تفسير الكتاب وفهم الكتاب وحجج الكتاب، وليس مجرد الحفظ فقط. لكن بلا شك أن القراءة والحفظ أول درجات التعلم، ولكن لا تظن أن إقامة الحروف فقط هو تعلم الكتاب، حتى صار إذا قيل للناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه لم ينصرف ذهنهم إلا للحفظ وللتجويد والقراءات، وهذا ليس كذلك، بل علم الدين كله في القرآن. ولذلك الاستنباط من الآيات والأدلة التي في الآيات، وهذا يحتاج إلى معرفة السنة التي فيها تبيين الأمور التي وردت في الآيات. وابن عباس رضي الله عنه بهذه الدعوة المباركة صار من أعلم الأمة بكتاب الله، فسر سورة النور لو سمعه الروم والديلم لأسلموا من عظمة ما يبين فيه من المعاني. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.